قاضي الأمراء من أبناء الحسن الثاني تحت مجهر الحقيقة جاءت في مذكرات محمد الرئيس الذي عاش جزءا مهما من الأحداث التي دارت أطوارها بالقصر. الرئيس الذي كان واحدا من المقربين من الكولونيل عبابو والذي قال في مقدمة مذكراته إنه سيروي كل ما شاهده في الانقلاب، يؤكد في جزء هام في كتابه من الصخيرات إلى تزمامارت كيف أنقذ أحد زملائه من مدرسة أهر مومو أميرين من أبناء الحسن الثاني بعدما كادا أن يلقيا حتفهما من طرف الجنوب. وهذه هي التفاصيل المثيرة التي بدأت قرب باب الرئيس للقصر. حول الباب الكبير للقصر كانت الرهائن ممددة أرضا، بعضهم بلباس عار وآخرون بلباس الاستحمام. وكانت بينهم امرأتان شجاعتان وفي كامل وعيهما وقفتا وقفة الند للند في وجه الجنود الذين كانوا يدفعونهما دفعا حتى دخل الصف. وكانتا مثل دحاحتين تحضنان صغيريهما وتدافعان عنهما بمنقارهما بكل ما فيهما من قوة حتى لا يمسهما الخطر المحدق. ويضيف الرئيس في مذكراته المليئة بالمعطيات الدقيقة حول حدث حساس للغاية أن المربيتين بذلتا كل ما في وسعهما حتى لا يمس صغيريهما هؤلاء الأشخاص المتنطعون بسحناتهم العصبية والمتعسرة. كنت متأكدا أن هاتين السيدتين لن تتخليا عما في حضنهما حتى لو دفعتا الثمن من حياتهما. لقد صارعتا وأرعتا وأزبدتا ورفضتا رفضا باتا التخلي عن الصغيرين اللذين كانا في حضنهما. ومن حسن الحظ أن أحد الملازمين تدخل ووضع حدا لهذه الواقعة ومنع سوء المعاملة للسيدتين الفاضلتين. بعد أن عاد الهدوء لأرجاء القصر بعد 3 ساعات من الهجوم العسكري المرعب، تبين للجنود أن السيدتين اللتين أهينتا من شدة قسوتهم مربيتان في القصر. فهل يكون ولي العهد واحدا من الطفلين الصغيرين اللذين كانت تحضنهما المربيتين بعناية وسط صراخ الأسرى وتحت أشعة شمس يوليوز الحارقة وأمام رشاشات الجنود؟ لم يكن محمد الرئيس الذي أصدر مذكراته في سنة 2000 الوحيد الذي كتب له أن يعيش مثل هذه اللحظات الاستثنائية في هذا الحدث المخيف، فقد عاش إلى جانبه هذا الحدث المريب بعض من زملائه الضباط بمدرسة أهر مومو كأحمد المرزوقي. فلاحظوا حجم الأجزاء المشتركة بين رواية هذا الأخير أي أحمد المرزوقي ورواية صديقه الرئيس. تبدأ الحكاية بالنسبة لصاحب الكتاب المتميز الزنزانة رقم 10 من المسبح الملكي بقصر الصخيرات. فعلى مقربة من المسبح كانت سيدة أوروبية تمشي بين جمع من الأسرى، فأثارت سلسلة ذهبية تحيط بخصرها العاري انتباه تلميذ كان يسير بجانبها، فما كان منه إلا أن انتزع سلسلة لخمها بعنف شديد. ويضيف المرزوقي أن ضابطا كان بالقرب من الجندي المعتدي ومن السيدة المعتدى عليها، حيث استنكر هذا الفعل فجاء من خلف التلميذ وركله في مؤخرته لزجره. فقفز هذا الأخير بسرعة والتفت إلى الضابط مصوبا رشاشته نحوه في غيظ شديد وهو يقول: والله لو كان أحد غيرك من الضباط يؤمون لوطننا لقتلتك كما تقتل الكلاب، ولكن خيرك سبق، فإياك أن تعود لمثل هذا أبدا. نحن الآن لسنا في أهر مومو. لم يكشف المرزوق عن هوية الضابط الذي بلغ غيظه وهو يؤجل البت في هذا التمرد إلى وقت لاحق وفي مكان آخر بمدرسة أهر مومو الهادئة مثلا، وليس بقصر الصخيرات الساخن حاليا. ثم تابع سيره بجوار السيدة الأوروبية بعد أن تظاهرت بالاطمئنان: أجل سيدتي، هل يمكن أن أثق بك؟ بكل تأكيد سيدتي، لن يمسك أحد بسوء ما دمت بجانبك. هل يمكنك أن تحضر لي ذلك الطفل الذي يبكي هناك؟ أريده أن يكون بجانبي. لقد توجه الضابط المجهول الهوية في كتاب المرزوقي صوب الطفل الذي كان يرتجف، فحمله بين ذراعيه إلى مقربة من الباب الخارجي للقصر حيث سلمه للسيدة التي كانت تمشي بجواره.
فمن يكون هذا الضابط الذي ترك رجالات عبابو يتدبرون ورطتهم مع انقلاب مديرهم عبابو ليتكلف بإخراج طفل من الجحيم الذي كان يملأ أرجاء القصر؟ ومن تكون تلك السيدة؟ ومن يكون هذا الطفل؟ لقد ناني قائلة للملازم: أنت إذا ضابط سيدي؟ شكرت السيدة الضابط: شكرا لك يا سيدي، أنا مدينة لك بهذا. ثم أرغمت على أخذ مكانها إلى جانب العشرات من الأسرى قبل أن يخرج فجأة رجل أسود لجلبابا مخزنيا أبيضا وتربوشا أحمر ليستجدي الضابط وقد ابيض وجهه من كثرة الشحور. سيدي سيدي، أنا في عارك ما نحن إلا عبيد مساكين، لا دخل لنا في هذا الأمر، يقول المرزوقي في كتابه دائما. ويضيف أن خادم القصر غمز الضابط بطرف عينيه غمزة استعطاف وهمس في أذنه: إن كنت تبحثون عن سميت سيدي فادخلوا هذا الباب وفتشوا، أقسم لك بأنه يختبئ هنا، لقد رأيته بأم عيني. وزيدك، تلك المرأة التي كنتم تتحدثون معها هي مربية الأمير، وذلك الطفل هو الأمير نفسه. ماذا تنتظرون إذا للإفراج عني؟ لقد كان ضابط الشاب على جهل تام بما تعني سميت سيدي، لكنه سيفهم فيما بعد أنها تعني شيئا خطيرا، ففهم ولم يرد أن يفهم، غير أنه سرعان ما كف عن التفكير كي لا يفهم أكثر من اللازم. يبدو أن ما رواه المرزوقي عن الضابط الذي لم يكشف عن اسمه قد مع رواية الرئيس الذي روى كيف أن ضابطا آخر من مرتبة ملازم قد تدخل بالباب لإنقاذ طفل آخر كان بحضن إحدى المربيتين، بل إن الرواية الثانية تدعم الأولى. لقد روى الرئيس في كتابه الشهادة كل ما شاهده بموضوعية واضحة، حيث وصلت جرأته أن يعترف في مذكراته بتصفيته للقبطان بجمعة بعدما أمره الكولونيل عبابو مدير مدرسة العسكرية بأهرمومو بتنفيذ هذا الأمر. وهذا ما يزيد من مصداقية كتابه، فتابعوا كيف انتهت قضية المربيتين. هو مربيتا ولي العهد الأمير سيدي محمد 8 سنوات والأمير مولاي رشيد 1 سنة. ولما سمعوا ذلك خجلوا من فعلتهم وطأطأوا رؤوسهم علامة على الندم، واعتذر الملازم للمربيتين شجاعتين، ثم أمر 2 من تلامذتنا بمرافقة المربيتين والأميرين إلى مكتب مامارت. أما الطالبان فقد برأتهما المحكمة، أحدهما يعمل الآن في أسلاك الدولة والثاني يعمل في القطاع الخاص ويعيشان كمواطنين صالحين. وقد سألني الملازم ذات يوم ونحن في تازمامارت أن أشرح له معنى سميت سيدي التي سمعها مرارا في القصر، وأجبته أنه اللقب الأميري لولي العهد، فعلق على ذلك: هل أنت ترى أنني لم أكن أنتبه لشيء في السخيرات؟ كنت مثل تائه، والآن في تازمامارت أشبه إنسانا ضالا في متاهة الشك واليأس دون أن أعرف مجرد المعرفة لماذا أنا هنا. يبدو أن الصورة قد بدأت تتضح، ويبدو أن الضابط الذي تحدث عنه أحمد المرزوقي في كتابه الزنزانة رقم 10 قد أنقذ ولي العهد سيدي محمد دون أن يدرك ذلك، وهذا ما يؤكده الرئيس في مذكراته على لسان خدم القصر الذين تعرفوا على ولي العهد وعلى أخيه. وهذا ما يهدم الرواية التي تتحدث عن وجود كشف عنها بعد حوالي 2 عقد من خروج رفاق الرئيس من جحيم تازمامارت، هي أن الضابط الذي أنقذ ولي العهد في انقلاب السخيرات لم يكن غير أحمد المرزوقي، فلم يكن بإمكان المرزوقي أن يتيقن من أنه ولي العهد وهو في حالة انقلاب عسكري. وهذا ما قاله في استجوابه مع أسبوعية الأيام: موضة جنونية تتجاوز حدتها حدود الكارثة ويطلقون النار في كل الاتجاهات، معتقدين أنها فعلا مناورة مدبرة، غير أنها مناورة في منتهى الغرابة. لم تترك للضابط سرعتها الفائقة أي فرصة لالتقاط الأنفاس واستعمال عقلهم لتحليل الموقف. وهذا مشهد بعد هدوء العاصفة، تجمهر الناس في وسط القصر وقد بلغت قلوبهم الحناجر من شدة الرعب،
فمنهم من وقف مدعنا في الصفوف، ومنهم من جلس القرفساء ويداه مشدودتان إلى قفاه، ومنهم من انبطح على بطنه ووجهه ممرغا في الأرض. أما بعض الأجانب فقد أركبهم دي واتهم بالبحث عن البطولة مع النجومية، وكي لا يتهم أيضا بالتزلف والتملق لولي العهد الذي أصبح ملكا اليوم. وهذا ما أكده للأيام في استجواب في الصفحة الموالية، فلأول مرة بعد الإفراج عن رفاق الرئيس من جحيم تازمامارت قبل حوالي عقدين من الزمن، يكشف المرزوقي بطريقته المليئة بالتواضع أنه كان وراء إنقاذ ولي العهد من الموت في انقلاب السخيرات، وليس الأمير مولاي رشيد كما تحاول رواية أخرى أن تؤكده. والسبب هو أن أحمد المرزوقي ما زال يتذكر أن الأمير الذي حمله من قرب المسبح الملكي ليسلمه لمربيته كان عمره 8 سنوات تقريبا، وهذا ما يتناقض مع افتراض إنقاذ المرزوقي للأمير مولاي رشيد الذي كان قد احتفل بعيد ميلاده الأول قبل شهر الانقلاب، لأنه ازداد في يونيو 1970. الكاتب الفرنسي الشهير جيل بيرو بعد عقد من صدور كتابه الذي أغضب الحسن الثاني جدا، وبخصوص الضابط الذي ينتمي لمدرسة أهر مومو والذي أنقذ ولي العهد سيدي محمد من الموت في انقلاب الصخيرات يوم 10 من يوليو 1971، لكنه لم يستطع في كتابه الذي توقف على العديد من الحيثيات التي تأكدت صحتها بعد صدور شهادات ومذكرات المشاركين في الانقلاب أن يكشف عن اسم وهوية الضابط. أحمد منصور الصحفي بقناة الجزيرة لم يكن يعرف بدوره أن محاوره في برنامج شاهد على العصر أحمد المرزوقي هو الضابط الذي قال عنه جيلو بيرو قبل حوالي عقدين من الزمن أنه أنقذ ولي العهد، فأنا لم أقرأ هذه التفاصيل في كتابه ولا في أي من الكتب الأخرى، ولكني قرأتها في كتاب صديقنا الملك دون أن تتم الإشارة إلى اسمك، حيث كتب أن الطفل لم يكن سوى ولي العهد الأمير الذي أرسل رشاشات رجالات عبابو، فعلى نحو ما يؤكده محمد الرئيس في مذكرته فقد كادت الأميرة لالا ملكة شقيقة الحسن الثاني أن تلقى حتفها في ذلك اليوم التاريخي جنب طريق الوطنية قبالة القصر. كانت إحدى الأميرات الأميرة لالا ملكة شقيقة الحسن الثاني واقفة جنب سيارتها الكاديك البيضاء وهي تبكي معتقدة أن شقيقها قد مسه السوء، فأسرع ضابطان يسحبانهما رجالهما نحوها وطلبوا منها الابتعاد أبعد ما يمكن لأن عبابو إذا رآها يمكن أن يقتلها بكل سهولة. لقد كان المشهد عصيا على الاستساغة بالنسبة للحسن الثاني الذي ظل يتابع جزءا من المجزرة التي كادت أن تقضي على مملكته وعلى أفراد عائلته. لقد كان مظهر الأمير مولاي عبد الله مثيرا، يقول جيل بيرو في نفس الكتاب، ويضيف أن الأمير كان مصابا في مرفقه وفي خصره، وأصبح جلبابه الأبيض تريد أن تقتل أميرك، هيا أطلق النار على أميرك. القدر وحده كان وراء نجاة الملك وولي عهده وابنه مولاي رشيد وأخته لالا ملكة وأخيه من كماشة عباب الذي كان أحد المقربين من مولاي عبد الله قبل أن يتكلف بإدارة مدرسة أهل مومو العسكرية. والصدفة المرة وحدها هي التي أعادت حرقة الأحداث لدى أميرة لالا مريم حينما كانت في احتفال خاص للجيش في بداية الألفية الثالثة بصفتها رئيسة الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، فقفز إلى ذهنها صورة الجندي الذي سيقبل يدها في الحفل كان في قصر الصخيرات قبل عقود يوجه رشاشة نحوها. لقد أعيد شريط المأساة لدى الأميرة البكر للحسن الثاني دفعة واحدة على حد ما تؤكده مصادر مطلعة، وكان على الأميرة التي لم يكن عمرها يزيد عن 10 سنوات أثناء الانقلاب علة والدها بقصر الصخيرات أن ينتبهوا جيدا والأجانب والسياسيين والزعماء في النقابات والمطربين العرب والفنانين الأجانب والطباخين. لقد أرعب الكل وأهين الكل، على نحو ما يشير عبد الهادي بوطالب في كتابه نصف قرن من السياسة الذي كان ينتظر أن ينادي عليه